ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نتأمل اليوم رؤية جديدة لقول الله تبارك وتعالى: يكاد زيتها يضيء. الله تبارك وتعالى يقول في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتولة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أيها الأحبة، في هذه الآية يحدثنا ربنا تبارك وتعالى عن نوره، ويشبه لنا هذا النور بذلك النور المنبعث من مصباح وقوده الزيت، وهذا الزيت يكاد يبث الأشعة الضوئية، يكاد زيتها يضيء. فكيف يمكن للزيت أن يضيء دون أن تمسسه نار؟ هذا السؤال أيها الأحبة. طبعا هناك اكتشاف علمي مهم، لاحظ العلماء وجود ترددات كهربائية يطلقها جسم الإنسان باستمرار، هذا وضع طبيعي أيها الأحبة. عندما تابع العلماء هذا البحث وجدوا أن الأشياء من حولنا تطلق أيضا ذبذبات، ولكل مادة هناك ذبذبة خاصة بها أو تردد خاص بها. كل شيء في هذا الكون يهتز بصورة مذهلة وكأنه يسبح الله تبارك وتعالى. هنا يعني نحن لا نفقه هذا التسبيح، ولكن أتذكر معكم آية عظيمة: لم يقل الله ولكن لا تسمعون تسبيحهم، قال ولكن لا تفقهون. والإنسان متى تنطبق عليه حالة اللافقه؟ بعد أن يستمع، الصوت يدخل هنا ولكن لا يفهم معنى هذا الصوت. لذلك قال تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هذا الخشب يسبح بحمد الله، الذرات التي فيه، كل ذرة تسبح بحمد ربها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أي أنكم أيها البشر سوف تكتشفون أن كل شيء له صوته الخاص، له تردده الخاص، ولكن لن تفقهوا معنى ذلك، لن تفقهوا هذه المعاني، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. المقصود هنا أيها الأحبة بالترددات أي الاهتزازات المحددة التي تحدث داخل هذا الشيء، لأن كل الأشياء من حولنا بما فيها أجسامنا مصنوعة من ذرات، والذرة تهتز، الإلكترون يهتز، البروتون يهتز، النواة تهتز، حتى مكونات الذرة العميقة الكواركات وغير ذلك كلها تهتز. إذن هذا الاهتزاز أيها الأحبة له سرعة محددة أو ذبذبة محددة، وبالتالي كل شيء في هذا الكون يتحرك ويسبح كما قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. طبعا هذه الأشياء من حولنا كلها مصنوعة من ذرات، وهذه الذرات دائمة الاهتزاز، لذلك فإن اهتزاز الذرات يسبب إحداث مجال كهربائي ومغناطيسي، أو يمكن أن نسميه
المجال الكهرطيسي. طبعا الدكتور رويال آر رايف وجد أنه حتى الأغذية لها ترددات كهرطيسية ويمكن قياسها، ولكن المفاجأة أن زيت الزيتون له تردد مميز. جميع الزيوت تمتاز بترددات أعلى من الترددات من ترددات بقية المواد، ولكن التردد الذي يبثه الإنسان أكثر من 60 ذبذبة بقليل. طبعا أغذية مثل المعلبات ليس فيها أي تردد، الأعشاب الجافة لها تردد بحدود 20 ذبذبة في الثانية. طبعا المفاجأة أيها الأحبة أن أعلى الترددات التي وجدها هذا الباحث موجودة أين؟ في الزيت، أنواع الزيوت، الزيوت بأنواعها، حيث يصل التردد فيه إلى 320 ذبذبة في الثانية، وهذه الترددات تشبه ترددات الضوء الذي نراه، ولكن أعيننا لا تستطيع رؤية هذه الترددات لأن الله تعالى حجبها عنا. نحن نستطيع أيها الأحبة رؤية مجال من الترددات الضوئية والصوتية، مجال محدد الله سبحانه وتعالى يعني جعلنا قادرين على تمييزه. الترددات فوق الصوتية لا نستطيع أن نشعر بها، وهناك مجال واسع من الطيف الضوئي فوق البنفسجية وتحت الحمراء وغير ذلك لا نراها، رحمة بنا، لأننا لو رأينا الأشعة تحت الحمراء لاضطربت الرؤية من حولنا، لأن هذه الأشعة تعتبر أشعة حرارية موجودة في كل مكان ستشوش عملية الرؤية، لذلك حجبها الله سبحانه وتعالى عنا. إذن أيها الأحبة أعيننا لا تستطيع رؤية هذه الترددات، رحمة من الله تعالى بنا، ولكن نستطيع رؤية مجال محدد من الترددات الصوتية والضوئية. طبعا بقية الترددات نستطيع أن نراها من خلال الأجهزة، لذلك القرآن ماذا قال؟ يكاد زيتها يضيء. فقد خص الله الزيت دون سائر المواد أو النباتات بهذه الميزة، ميزة الإضاءة، لأن أنواع الزيوت تبث ترددات لو قدر لنا أن نراها لرأينا ضوءا منبعثا من هذه الزيوت. طبعا ميزة يعني هذه الزيوت أن كمية الطاقة في زيت الزيتون بشكل خاص كبيرة جدا، حتى أن هذه الطاقة هي السبب في أن زيت الزيتون يستطيع أن يشفي أكثر من 100 مرض، من بينها السرطان الذي أثبت. تحدثنا مؤخرا عن قوة أو مواد موجودة في هذه في زيت الزيتون يستطيع أن يقتل هذه المواد، تقتل الخلايا السرطانية خلال نصف ساعة فقط، يعني شيء غريب سبحان الله، يعني تركيبة غريبة جدا. طبعا أيها الأحبة زيت الزيتون يختزن طاقة كبيرة في داخله، فعندما نتناول هذا الزيت أو ندهن أجسامنا به فإن هذه الطاقة تؤثر على خلايا الجسم وترفع من طاقتها، وبالتالي ترفع من مقاومة وقدرة الخلايا على مواجهة الأمراض. ولذلك هنا أتذكر معكم حديث حبيبكم عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وهنا أيها الأحبة يمكن أن نقول إن الآية الكريمة في سورة النور تمثل سبقا علميا في الحديث عن الزيت، وأن هذا الزيت يكاد يضيء. لماذا اختار القرآن الزيت وبالذات زيت الزيتون؟ من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن أنواع المواد والأغذية والنباتات وأوراق النبات وغير ذلك كلها لها ترددات كهرطيسية
أعلى شيء يكون في الزيت، لذلك قال تعالى يكاد زيتها يضيء. لو قدر لنا أن نرى هذه الترددات لرأينا الضوء المنبعث من هذا الزيت، وقد صور بالفعل، هناك أجهزة قادرة على تصوير هذه الترددات ورصدها بشكل واضح جدا. طبعا أيها الأحبة، النور الذي يطلقه الزيت ولا نراه، والنور الذي يطلقه الزيت بعد احتراقه يشكل نورا مضاعفا، لذلك قال تعالى نور على نور، يعني نور موجود أصلا في الزيت ينبعث لا نراه، ونور آخر ينطلق نتيجة اشتعال هذا الزيت، كما قال تعالى الزجاجة في مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. فالنور الذي هو موجود في الزيتون أو في زيت الزيتون عندما يشتعل يعتبر مضاعف، لأن هناك نور يتم بثه بشكل تلقائي ترددات كهرطيسية، ونور آخر مرئي، لذلك قال تعالى نور على نور. ولكن قد يقول قائل هنا، أيها الأحبة، كيف تفسرون نور الزيت بالذبذبات الكهرطيسية التي يحملها وهذه الذبذبات لا ترى؟ طبعا أيها الأحبة، النور الذي نراه هو عبارة عن ذبذبات كهرطيسية، يعني ولكن في المجال الذي قدر لنا الله أن نراه، لأن عيننا لا ترى كل الطيف الضوئي، ترى جزء منه، وأعيننا لا ترى المجال الكهرطيسي كله. نحن لا نرى مثلا موجات الراديو، موجات اللاسلكية لا نراها، ولكننا نرى موجات الضوء لأنها مناسبة لأعيننا، ونسمع بآذاننا ترددات صوتية محددة. لا نستطيع أن نسمع الترددات فوق الصوتية أو الترددات منخفضة جدا. الفيلة تستطيع سماع الترددات منخفضة جدا التي تصدرها الأرض قبل الزلزال بفترة، وتهرب هذه الفيلة والضفادع كذلك تهرب، وبعد ذلك يحدث الزلزال. نحن لا نستطيع أن نسمع صوت الأرض قبل الزلزال، الفيلة وبعض أنواع الكائنات تسمع هذه الترددات المنخفضة، سبحان الله. طبعا أيها الأحبة، نور الله سبحانه وتعالى يملأ السماوات والأرض، ولكننا لا نراه بأعيننا لأن أعيننا قاصرة جدا، ترى شيء مجال ضيق جدا. نستطيع أن ندرك هذا النور ببصيرتنا، ليس بأبصارنا، ببصيرتنا وعقولنا وأفئدتنا، ونستمد منه الهدى والإيمان والقرب من الله تبارك وتعالى. النتيجة أيها الأحبة، أن الرؤية التي أحببت أن أقدمها لكم اليوم، أن هذا الزيت له ميزات في الإنارة وبخاصة زيت الزيتون أعلى من أي مادة أخرى، وفيه ترددات كهرطيسية ذاتية، هذه الترددات الخاصة بزيت الزيتون تعتبر مرتفعة جدا، وهي نوع من أنواع النور ولكن غير المرئي. لذلك الله تبارك وتعالى قال نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لنور هذا القرآن، وأن يبصرنا بالحق ويجنبنا منزلقات الضلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.